خلال هذه الساعه الثانيه ان شاء الله غادي نتكلموا على موضوع اللي كتوصلنا فيه اسئله كثيره. هذا الموضوع هو موضوع الامساك او القبض. طبعا احنا كنعرفوا على انه كثير من الناس في مراحل او فترات من العمر ديالهم كيقدروا يتعرضوا لهذا المشكل هذا الصحي. شنو هي المسببات ديالو؟ شنو هي الاثار ديالو على حياتكم، على صحتكم ايضا؟ شنو هي المشاكل الصحيه الاخرى اللي كترتب على القبض، وخاصه اذا كان قبض مزمن؟ وكذلك شنو هي الوصفات اللي من قلب الطبيعه اللي غادي ان شاء الله تفكها عليكم، وغادي في نفس الوقت تحل هذا المشكل وتساعد على العلاج ديالو. وكذلك غادي نشوفوا كيف كيتطرح هذا المشكل، يا إما كنتوا في سن يعني الرشد، سن البلوغ أو سن الرشد، أو عند الأشخاص اللي متقدمين في العمر ديالهم، أو كذلك عند الأطفال اللي هما عتادوا، واللي منين كيتزاد الإنسان طبعا علميا كيكونوا الأمعاء يالله كيبداو العمل ديالهم. فبالتالي كتير من البيبي ومن حديثي الولادة من الرضع اللي كيوليو كيعانيو من هاد القبض، وما كنعرفو شي كيفاش نتصرفوا معهم. فاحنا اليوم ايضا بغينا نعرفوا من عندكم، الا كنتوا كتعانيوا من هذا المشكل ديال الامساك، شنو هي الوصفه اللي جربتي الا شنو هي الوصفه اللي عطاتك نتيجه اللي نقصات عليك هذا المشكل ديال القبض، باش ان شاء الله مع بعض نعرفوا شنو هو اللي صالح، ولكن نعرفوا ايضا شنو هو اللي طالح، شنو هو اللي صحي وشنو هو اللي مضر بالصحه. اليوم فرصه باش مع دكتور عماد غادي نقربكم من واحد الماده او واحد العشبه اللي كاينه كثير في المجال ديال التداوي بالاعشاب اللي هي سن حرام. غتكونوا سمعتوا عليها. اليوم غادي نعرفوا علاش هي عشبه اللي ما خصكمش نهائيا تبقاو تستعملوها. اهلا بك دكتور عماد ميزاب. كنذكر بانك دكتور في الصيدله، ايضا اختصاصي في العلاج بالاعشاب، ورئيس الهيئه المغربيه للمواد الطبيعيه. دكتور عماد، بدايه ملي كنتكلموا على القبض او الامساك، شنو هو هذا المشكل؟ شنو هي الاعراض ديالو؟ شنو هي الاسباب ديالو؟ اكيد. فاول حاجه غادي ندير واحد التعريف مبسط ديال الامساك. الامساك هو واحد التاخر او صعوبه في التخلص من الفضلات، يعني ذاك البراز اللي كيخرج كيكون عندنا واحد الصعوبه. كاين جوج ديال الحوايج، يا اما ذاك المسار ديالو او كيفاش نتخلصوا من هاد الفضلات، او كيفاش يتحركوا هاد الفضلات باش نتخلصوا منهم. فهنا كتكون عندها علاقه بالعضله ديال الجهاز الهضمي، ومازال كنذكر الجهاز الهضمي اطول عضله عندنا في الجسم ديالنا، كتدخل في نطاق العضلات الملساء. إذن هاد العضله هذه اللي شحال الطول ديال العضله؟ الامعاء المسار كتمشي حتى ل 10 ديال الامتار، فهذا هو الطول ديالها اللي شو سبحان الله العظيم. والطريقه كيفاش كتخلص من هاد الفضلات كتخص تكون واحد الحيويه كبيره. حنا من بعد غنشوفوا علاش هاد الحيويه تقدر تنقص. المساله الثانيه هو عندنا الحيويه ديال 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 هاد العضلات هذه او هاد الجهاز الهضمي ديالنا، ولكن من بعد كتبقى الفضلات ممركزه في الاخر ديال الجهاز الهضمي ديالنا. اذا في الاخر ديالو ما كنقدروش نتخلصوا منها، هنا كتدخل عضلات اخرى اللي هي العضلات الشرجيه. فهنا كاين جوج حوايج كيمكننا نهضروا عليه على امساك. الناس في المعدل كاين ناس اللي كتكون عندهم كيمشيو مثلا باش كيتخلصوا من الفضلات ثلاثه ديال المرات في الاسبوع، وكاين اللي ثلاثه ديال المرات في اليوم، ولكن منين كنبغيو نتخلصوا من هاد الفضلات كنمشيو حتى ل 10 ايام وحتى ل 12 يوم ما كنقدروش نتخلصوا من هاد الفضلات. هنا كنوليو كنهضروا على امساك، كيولي واحد الالام في البطن، كيولي ان الانسان عنده واحد الصعوبه باش يتخلص من هاد الفضلات، او في بعض الحالات كتلقى نصف حركيه في التخلص من هاد الفضلات. فهنا كنوليو كنهضروا على مشكل ديال القبض بالعاميه ديالنا، او الامساك كما يسمى باللغه العربيه. كنسميوها بالدارجه ايضا كنقولوا الانسان راه معصوم. معصوم اكيد اكيد. فهذا من الاسباب، يعني هذا هو تفسير مبسط ديال القبض. والحكمه الربانيه انه الانسان باش يكون بصحه جيده الجسم خاصه مره او اكثر في اليوم يتخلص من ذوك الفضلات طبعا اللي كتبقى من بعد الاكل ديالو. فالانسان الا ما قدرش يتخلص من هذه الفضلات هنا كيوقع مشكل اكيد، فكتبقى لنا كتبقى في التاس ديالنا، وهذه الفضلات هذه كتحول الى مواد سامه او كتحول الى مشاكل في الداس ديالنا اللي كتمشي حتى الكبد، كتمشي حتى الامعاء، ان المصارين ما كتبقاش عندهم ذاك سرعه الامتصاص ديال التغذيه، وكنلقاو بزاف ديال
الناس ان كيكون اللي كيكون عندهم القبض بزاف كنلقاو عندهم واحد النوع من النحافه انكم كيكونوا ناقصين في الوزن ديالهم لان كتكون واحد الصعوبه ديال الامتصاص ديال التغذيه. وكاين ايضا العكس. العكس فكيكون غير الانتفاخ ديال البطن فهو اللي كيكون كيعطي هذا الشكل هذا. علاش؟ لان الامعاء كتكون منتفخه. واش انتم عندكم هاد الاعراض؟ واش حتى انتم كتعانيوا من الامساك او القبض؟ شنو هي كذلك الوصفه الطبيعيه او الماده الطبيعيه اللي جربتوا؟ دكتور عماد شنو هي الاسباب الصحيه الاخرى اللي كتقدر تبان مع هاد الامساك وخاصه اذا كان مزمن؟ لانه الامساك يقدر يتعرض له الانسان واحد الفتره وكيمشي، ولكن كيقدر الناس يوليو يعانيوا منه بشكل دائم. فاول حاجه بعدا خصنا نهضروا عليها هو الاستعمال ديال الادويه المسهله للاسهال. كاين بعض الناس كياخذوهم بلا استشاره طبيه وكيكثروا منهم، فهاد في حد ذاتهم استعمال ديال هاد الادويه هذه او الامساك اللي كيكون مزمن شنو كيعطينا؟ كيعطينا ما يسمى دابا بالعضله النائمه، ان الجهاز الهضمي ديالنا ما كتبقاش عنده ديك الحيويه ديالو. هذه هي اللي كنسميوها بالفرنسيه لا باغيس انتستينال. فوالا بحال الا دوك المصارن كيعكزوا كيوليو عاكزين ما كيقوموش بالوظيفه ديالهم. فوالا حيت العضله كما قلنا الا ما كانش عندها الحيويه وكتخدم ديما وكتكون نشيطه ما كيمكنلهاش انها تشتغل بطريقه طبيعيه. نعم. وهذا الشيء علاش؟ لان في التغذية ديالنا كيكون عندنا الألياف، ما كندخلوش الألياف بزاف لأن الألياف هي اللي كتعطينا الحركية للأمعاء ديالنا. كل ما كان عندنا الألياف الداخل كل ما كتعطينا الحركية للأمعاء ديالنا. الماء كذلك إلا ما كناش كنشربوا الماء بزاف فتا هو كيمكن يعطينا هاد المشاكل هذه. النقص كذلك في الحركية، الإنسان ما كيتحركش بزاف. نعم. التوتر العصبي. وهذا الشيء كامل اللي كما قلتي اختي سناء الأسباب اللي غادي يمكن تعطينا من هاد المشكل هذا ديال القبض. اولا تقدر يكون ظهور ديال داء السكري. اذا علاش؟ لان كيولي كاين واحد التمركز كبير ديال السكر، ان ما كيوقعش ديك عمليه التخلص من السكريات الضاره في الداس ديالنا كتمشي. كيمكن يكون مشكل ديال الجهاز العصبي، اذا الانسان كيولي متوتر، كيولي عنده واحد ما كينعش مزيان، ما كيتحركش، كتولي عنده الحياه كتبدل، فهذا حتى هو كيمكن يعطينا هذا المشكل هذا. المشكل في الكبد، لان الكبد كيولي كيفرز لنا الصفراء بطريقه كثيره بزاف، وهنا كيولي عندنا مشكل ديال ان الكبد يتقاس لا قدر الله بليباتيت كما كنقولوا حنا بوصفير، ولا احد الامراض اللي كيمكن تصيب لنا الكبد. والكلي، لان علاش؟ لان الامونياك او هاد الماده هذه الكيميائيه اللي خصو يتخلص منها كتولي التركيز ديالها اكثر من القياس، وكيوليو الكلي ديالنا ما كيقدروش انهم يستحملوا التصفيه ديال هاد المواد هذه، وهنا كنوليو في مشاكل ديال الكلي. ومن ايضا المشاكل الصحيه الاخرى اللي معروفه واللي عندها علاقه مباشره بالقبض او الامساك هي ظهور البواسير الزيمغويد، او ظهور ايضا ما يسمى بالفيسيغ انال او تمزق على مستوى هذوك التسلخات الشرجيه. نعم. وهذه كلها امور اللي كيعانيوا منها كثير من الناس. باش جميع نفهموا الاسباب ديال هذا المشكل، كيفاش نتعاملوا معاه، وشنو هي ايضا اسرار الطبيعه الصحية اللي غادي ان شاء الله تنفعكم على الحد من مشكل الامساك او لا كونستيباسيون او القبض. الله يجازيك بخير دكتور عماد. انا عندي القبض. ما كان حاشاك ما كندخلش لي طواليت على 5 ايام 6 ايام. ما ولكن ما قالوا لي هاد الوصفه اللي ذكرتو ديال سماحرم ما قدرتش ناخذها حتى 16. وكان ندير غير اللبن، كناخذ اللبن كنشرب اللبن ولا الباربه، عاد كيمكن لي نتحرك كندخل للطواليت. الله يعطيك الصحه، بعدا لقيتي حل بعدا طبيعي باش انك تستعمليه. اللبن دكتور هو اللي كنستعمل بزاف، والباربه هكا هي كنديرها كنطحنها عصير ولا شي حاجه صافي هو اللي كنستعمل، ما ندير شي عشبه. قولي لي التغذيه ديالك كي دايره؟ كتاكلي الماكله ديالك عادي ما كاينش مشكل؟ كان كل دكتور عادي الماكلة عادي، وقالوا لي واحد الوصفة الله يجازيك بخير لما اشتغلت، قالوا لي تاخذي المخالة مع الياغورت. شنو هي؟ المخالة. المخالة مع الياغورت مع الياغورت. واخا الما كتشربي الماء مزيان؟ كنشرب الماء دكتور مزيان. انا غير المشكل اللي عندي انتفاخ في المعدة، والاغلبية بزاف فاش كناكل اللحم الاحمر ما كتهضرش المعده ديالي كتنفخ بزاف بزاف، ديما عندي انتفاخ وديما كتجيني واحد النهجه كنبقى نهج ما تنقدرش نطلع مع الدروج. هاد المشكل عندك قديم؟ قديم اختي سناء، هذه راه شي مهم بزاف كاع. انا عندي هاد كيما هاد القبضه مزمن ماشي عندي توتر. تعرضتي لشي توتر عصبي قبل؟ تعصبتي شي حاجه؟ موجوده دكتور، موجوده توتر. هو حيت هادو علامات ديالو. نعم. واش ممكن تقولي لنا ام زكريا سناحرم كيفاش قالوا لك تستعمليها؟
قالوا لي غتديرها في تجيب سنة حرام وتغسلها وديرها تخوي عليها الماء طايب وتطلق وغادي تشربها في تبقى تشربها حتى في الصباح. في الصباح على الريق ولا من بعد الماكلة؟ قالوا لي من بعد الماكلة، ولكن أختي ما قدرتش ندير. شحال شحال قالوا لك شحال قالوا لك الكمية أختي؟ ما قالوا ليش الكمية، أنا غير شي سيدة اللي قالتها لي قالت لي جيبها المهم وديرها، ما قالت لي لا كمية لا والو، أنا ما قدرتش نديرها. كيف تنتشر معاك يا دكتور؟ إن شاء الله كنشكرك. الله يجازيك بخير. مرحبا. أنا ذاك البراد قال لك غيب، أنا مولفة كنديرها هذه شي 6 سنين ولا 4 سنين ودابا الله يجازيك بخير. واش ممكن نديرها مع سماس؟ قال لك كاين شي حاجة فيها شي مادة مادة وما قدرتش نديرها، ودابا الله يجازيك بخير فيدني. الله يجازيك بخير، الله يخلي لك وليداتك. واخا كتيقوا فيا ياك؟ كتيقوا في خوكم الدكتور عماد؟ دكتور عماد شوف. انا راه ما عنديش من غير هذه، وانا راه دايرها صافي. انا داير هذيك الفاكسان، ما فيش اعراض جانبيه الفاكسان، بالعكس هو حمايه الناس اللي عندهم الامراض المزمنه، حمايه الاطفال، حمايه الناس اللي عندهم كنقولوا حنا الصحه ديالهم على قد الحال، وخاصه في هذه الفتره هذه اللي العصيبه اللي كندوزوا بها، الله يفك علينا على خير، ان الفاكسان ضروري باش ما نخليوش جوج ديال يعني ما هاد الظروف هذه ديال المناعه اللي كتهبط انها تاثر علينا وما عندوش اعراض جانبيه. احنا كنهضروا على فاكسي يعني الفاكسان ديال لا غريب ديال اللي معمول بها في بلادنا من هذه سنوات. اكيد الموسميه، يعني الحمى الموسميه. غادي نهضروا على السنة حرام دكتور عماد معاك، ونعرفوا اليوم واش صحية أو لا هاد السنة حرام. أنا عندي مشكل ديال القط، هذه تقريبا واحد 10 سنوات، يعني جو في أو كوتيديان، لي تواليت عندي يمكن مرة في 5 أيام مرة في 6 أيام. ومنين مشيتي للطبيب شنو قال لك شنو السبب؟ هو ابغي دير مع مريض، ما جي جامي كونسلتي على هذا المرض هذا. كنحاول غير نقلب على وصفات طبيعيه. انا عندي مشكل، هو عرفت انا عندي مشكل في التغذيه، يعني واحد عندي دي كومبورتمون داليمونتير كي نو سون با سان. بحالاش مثلا الا ممكن تقسمهم معنا ساره؟ كناكلش بزاف، كنقص لي غوطا بحكم العمل ديالي، يعني كنكون نهار كامل في الخدمه، نقدر الصباح وما ناكلش نهار كامل. يعني ما كتاكلش في نفس الاوقات؟ اكزاكتومون. واخا وشنو كتاكل؟ مناش كتكون لاسيات ديالك؟ الوغ في الاول دابا يعني حاولت نبدل، ملي في الاول جو مونجي تو اي نيمبورت كو، راك عارف كتكون في الزنقه، دونك الماكله ديال الزنقه لي ساندويتش لي فريت كاع داكشي اللي ما خصناش ناكلو. ابخي حاولت انني نحسن من لي زابيتود اليمونتير ديالي ولقيت عليه، كما قال الدكتور قبيله سمعتو تهضر على الالياف، وليت كنحاول ندخل الالياف بزاف، الخبز كومبلي، الشوفان صباح الفطور، نحاول نشرب الماء بزاف، وانا هذا كان عندي مشكل، يعني الماء قليل ما كنوصلش حتى لان ليتر في النهار. دابا وليت كنحاول نفوت 2 لتر، يعني دايره بحال واحد ان بوتي رابي في التليفون باش اللي يخليني انني نشرب الماء في اوكور لا جورني. وكذلك الرياضه، كنحسب براسي انني فاش كنكون كندير الرياضه كيتحسن لو سيستيم ديجيستيف ديالي على الايام اللي كنحبس فيها الرياضه. فهذه بدا اول حاجه خصنا ناخذوها اليوم، غادي نقيدوها، هو نقيدوا فوقاش نشربوا الماء، فهذه عاده حميده نبغي كاع الاخوات حتى هما يديروها. الحركيه، الى لقينا وقيت باش نديروا الحركيه، حيت هادو جوج ديال الحوايج مهمين، الى عطينا الماء ولا عطينا الحركيه كنخليوه، حيت كما قلنا راه هي عضله، كل ما عطينا حيويه للعضلات ديالنا ديال الجسم ديالنا، فاي عضله في الجسم كتولي كتحكم بطريقه طبيعيه. غير سؤال بسيط بغيت نسولك، واش القبط ما عندكمش وراثي في العائله؟ لا، انا الوحيده اللي كنعاني منه. نعم فهنا اذا هنا غادي، حيت كاين واحد القبط اللي كيكون وراثي في العائله، ولكن هنا عندك المشكل هو التغذيه اللي كانت عندك، التغذيه غير سليمه وفيها الدهون. دابا حتى التغذيه ملي كنكثروا فيها الدهون وكنقصوا فيها الالياف ما كيبقاش كتشتغل العضله بالطريقه الطبيعيه ديالها، حيت الالياف هما اللي كيحركوا، هما اللي كيديروا ديك الرياضه الداخليه ديال 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 الجهاز الهضمي ديالنا. انا كتبان لي ساره تبارك الله عليك درتي الاصبع ديالك ولا يديك على الداء ودرتي يديك على الدواء. لانه بارك الله فيك، في الانترنت يفو جوست في دخي ويعرف الواحد ويسول وصافي. والمفروض انك دابا ما يبقاش عندك نهائيا هذا المشكل ديال القبض. كيبقى عندي الى تهاونت شويه، الى تهاونتي وراك عارفه هاد الايام ديال الحجر الصحي، يعني ما كانش بامكاننا نديروا الرياضه بحال في الايام العاديه اللي صار كانوا سادين، دونك شي شويه رجع لي القبض. و زعما كنحاول نيفيتي لي لاكساتيف اللي كيتباعوا اون فورماسيون وماكسيموم، زعما ما نمشيش ناخذ لي لاكساتيف واخا هما اي سون تري ايفيكاس، راه دقه بطله، ولكن ما يمكنش واحد يبقى ياخذ الدواء ديما، يعني خصو يحاول يبغى ادوبتي دي زابيتود لي اليمونتيغ سين ودي زابيتود ناتوريل باش يتعايش. كلامك كله حكمه،
100% انه السر اللي غنهضروا عليه اليوم دكتور عماد حتى مع الوصفات الطبيعيه ديالك هو نمط العيش، هو العادات ديالنا، السلوك الغذائي، كيفاش كنعيشوا، نمط العيش ليجين دو في كيف كنسميوها بالفرنسيه. انا عندي حماتي حتى هي عندها هذا المشكل وعيات قالوا لها دير سانة واحد العشبة كتشربها وقالوا لها تشرب السهلة كتشربها والمشكل باقي عندها هو هو وفتي عندها كل سيمانة ومرة فاكر سيمانة عاد كتدخل سوالي. شحال في عمرها؟ عندها 49 سنة. 49 عام. وهذا المشكل فيها قديم ولا يلا هاد شيبان؟ هادي 4 سنين. واش طرات شي حاجة اللي خلت هاد المشكل يولي مزمن عندها؟ لا لا. كتعاني من شي مرض؟ كتعاني من طونسيون سكر؟ لا ما عندهاش مشكل. كانت عندها الشحمه في الكبده، كانت دوزت عند الطبيب وقال لها عندك الشحمه في الكبده، وكانت كتدوز وقالوا لها عندك المراره. وعالجات الحمد لله ولات دابا بخير وتبعت الدواء ديال هذه الشحمه في الكبده ودابا ولات بخير، ولكن المشكل ديال القبض مازال عندها. السهله شحال كتاخذ السهله في النهار؟ ما بقاتش كتاخذ هذا ياك، ولكن كانت نداوم عليها كل ساعه ياك. كانت كتشربها تقريبا يوميا كل ليله كتشرب كاس. باش نشرحوا شنو هي السهله دكتور عماد؟ السهله هي مواد معالجه اللي كتسهل، يعني كتعطينا كترفع لنا من الافرازات ديال المخاط وكتخلي الامعاء تخلص بسرعه من الفضلات اللي كتكون. غير هو ملي كان كينوليو كيتفرز المخاط اكثر من القياس ديالو اللي خصو يتفرز، اش كيوقع؟ كيولي لنا واحد النقص في المخاط على المستوى ديال الامعاء ديالنا. وهنا كما قلنا ان الا درنا الافراط في الاستعمال ديال هذه المواد اللي كتعطينا الاسهال كتولي المصارن من الداخل بحال ناشفين، ما كيكونش داك الانزلاق ديال الفضلات، وهنا كيولي عندنا هذا المشكل هذا ديال الامساك. السهله واش هي في الاصل عشبه؟ لا السهله هي كاينه نوع من الكينات اللي كتخاد هي. ولكن واش في الصيدليه ولا في المعشه؟ لا في الصيدليه هي حبه ديال اللي في الصيدليه كتخاد. فهي قالت لنا السنه اللي هي الاولى اللي غادي نهضروا عليها اللي كتكون في الاعشاب، ولكن السهله هي عباره على حبه ان كومبريمي اللي كيتشرب في الصيدليه. حماتك رجاء عجوزتك خدات النحرم؟ هذه سنه احنا كنقولها سنه واستعملتها؟ وي كانت كتشربها. شحال د الوقت وهي كتشربها؟ تقريبا مده 5 شهور هكا. علما انه عالجات على الشحمه في الكبده وعلى المراره. واخا. وشحال كتاخذ؟ قول لي تقدري تقول لنا الطريقه كيفاش كتستعمل هذه السنه؟ سنه كاس كتاخذ كدير الماء يسخن وكديرها في الكاس وكتكب عليها ديك الماء يسخن حتى شحال انا بغيتك شحال كتاخذوا ديال السنه؟ معلقه كبيره، جوج معالق كبار، حفنه، شحال كتاخذوا ديال السنه؟ معلقه كبيره في النهار. معلقه كبيره في النهار. واخا غادي نجاوبك ان شاء الله، خليك في الاستماع ان شاء الله. وعلى علم انها كتشرب الماء وكتاكل يعني متبعه الغذاء ديالها مزيان، والماء عندها تقريبا كل ساعه كل مزيان مهم الماء ما كيتخطاش من عندك وساعه غدا القربه ديال الماء تشرب مزيان. راه غير هاد السنه اللي غتاخذوا والدواء ديال السهله اللي كانت كتاخذوا بهذه الطريقه هذه العشوائيه هو غادي يزيد يعطيها المشكل ديال القبض وغادي نشوفوا علاش. السؤال ديالي عافاك بعض الخطرات كيجيني فانا القبض بحال هكا ما كندخلش طواليت حاشاك في 3 ايام 4 ايام، ولكن ماشي ديما بعض الخطرات لدرجه انه ما كنقدرش نتمشى مزيان والجلد ديالي كيضرني مني بحال الماء ولا ما الافرازات ولا ما فهمتش واش من المصران واش عنده علاقه بالمصران ولا لا. وهذا هو السؤال. هذا الشيء مره ماشي ديما. لا ماشي ديما مره. ملي كتاخذي شي حاجه كدير لي غاز، شي حاجه كتنفخ، شي قطنيه ولا مثلا كوار ولا الليمون، عاد كاين شي كاد المشكل؟ تناكل كل شيء زعما التغذيه ديالي تناكل كل شيء ما تنديرش الاحتياط. نعم واخا غادي يعني كتحاولي تنوعي في الاكل ديالك. تناكل تحركي يعني كل نهار خصني ناكل الخضره ضروري ندخلها في النهار. المهم زعما كنشرب الماء مزيان. كتحركي عندك شي حركه كديريها؟ شويه الحركه ماشي شويه. والماء كتشربي الماء مزيان؟ تنشرب الماء مزيان. نعم. الصباح تنسبق الماء تنشرب واحد الكاس كبير ديال الماء ضروري. شحال في عمرك؟ نعم شحال في عمرك سعاد؟ 30 سنة. صرت أنا عندي هذا المشكل ديال الإمساك، ولكن الناس العائلة الأب ديالي وجوج الإخوة ديالي. أيه. عندكم ويراتي؟ مشيتوا للطبيب هو اللي قال لكم هذا الشيء؟ بالنسبة للأخ ديالي عنده الإمساك وعنده البواسير. نعم. مدة هذه.
وانا مشيت عند طبيب غير هاد الخميس هذا اللي فات، ملي دوزت ليا كانت عندي نفران في الجهه اليمين عامر. قالت لي واش عندك القبض؟ قلت لها اه. صافي قالت لي خصك هي تبقاي تشربي الماء مزيان وتديري الخضر. انا اصلا كناكل زعما الخضر مزيان، كنوع في الصغديه ديالي. ما كتشربي الماء؟ لما يلا بديت كنشربو تقريبا شي تقريبا واحد 15 يوم هذه. ايوا دابا راه شي 15 يوم، خصك واحد 15 يوم اخرى عاد باش يوليو الامعاء ديالك يعني المصراني يولي يخدم بواحد الطريقه طبيعيه. وقالت لي خصك تشربي، خصك تاكلي مزيان. قالت لي حيت بعد مرات التغذيه ما كانش الواحد كياكل مزيان. قالت لي كياخذ المصران وقت باش انه يخوى من الفترات اللي كانت قبل. دابا شوف غادي ندير واحد المساله غنمشيو بها اليوم. الماء يساوي المخاط، شحال ما شربنا ديال الماء بزاف شحال ما المخاط في الامعاء ديالنا غادي يتفرز كثر، وشحال ما غنرتاحوا وشحال ما يكونش عندنا القبض. صافي هذه هي القاعده اللي غادي نمشيو بها اليوم. غادي نواصلوا معكم دكتور عماد اليوم ان شاء الله محضر وصفات اللي غتعطيكم نتيجه لا في موضوعنا اليوم اللي هو مشكل الامساك او القبض او لا كونستيباسيون، شنو هي اسبابها وشفناها، وشنو هي العلاجات الطبيعيه ديالها، شنو الوصفه اللي جربتوا واش عطاتكم نتيجه او لا. اليوم غادي نتكلموا على السنه حرام، واش مزيانه او مضره هذه الماده وهذه العشبه. عافاك شيخي عنده 75 عام يعاني من هذا المشكل ديال القبض، وهو عنده مرض السرطان ديال الدم وما بقاش قدر ينوض حين تقاسلو السلسول، ما بقاش يقدر ينوض، ما بقاش يدير الحركه ما والو. ودابا راه 10 ايام هذه ما دار لا طواليت. نعم. وكنت درت له السنه ومع جوج وريدات ديال الورد البلدي. الله اكبر. والسيد كيعالج على السرطان. ما عرفتش انا يا بنته اللي دارت له هذا الشيء، انا كنخاف من هذا الشيء ديال الاعشاب. الاعشاب ما كنقدرش نعطي اي حاجه بلا ما كنستفسر خويا عماد. وفاش عطاتها له وفعلا يعني قضى له الغرض، ولكن انا ما عرفتش، انا قلت نشاور باش هذه الوصفه، وفي علم انه كياخذ الدواء ديال القبض وما كيدير له والو. فاول حاجه بعدا كنشكرك لانك سولتي، وكنشكرك لان بغيتي تستفسري في هذه المساله هذه، فالحمد لله هذا هو المقصود، اننا دائما نستشروا ونشوفوا شنو هو اللي صح وشنو هو اللي غلط. فدائما دائما تعودنا مع بعضياتنا ان السرطان ممنوع منعا كليا نستعملوا له شي عشبه كيف ما بغات تكون، سواء باش نعالجوا السرطان كما كتكمل العديد كيقول، او نستعملوا هذه العشبه هذه للمساعده لشي مرض كيكون عندنا في الداس ديالنا، بحال دابا مشكل ديال القبض. فالسنه حرام اللي غادي نهضر عليها من بعد، والورد اللي هما جوج ديال المواد ما كيتحاملوش مع الدواء بعدا، شي داك الدواء ديال السرطان حساس جدا، باش كيزيد يعطي الفعاليه ديالو ممنوع منع كليا ندخلوا عليه شي نبته. اذا ممنوع استعمال الاعشاب، وهذه كنأكد عليها، الاعشاب ممنوع عن الناس اللي عندهم السرطان، باش نتفاهموا في هذه المساله هذه. وهذه راك الحمد لله انك استشرتي قبل ما تبداو تعطيو هاد النبته هذه مده طويله، هذا من جهه. من جهه اخرى هو خصو يستشر مع الطبيب، لان داك الاونكولوج او داك المختص اللي كيكون كيعالجوا في السرطان كيعرفوا هاد المشاكل هذه كتوقع ديال القبض، وهو غادي يكتب ليه دواء اللي غيتماشى مع الحاله الصحيه ديالو، لان كل مريض ديال السرطان عنده واحد الحاله صحيه اللي ديالو هو خاصه به، والطبيب كيعطيه الدواء اللي غادي يصلح ليه. فهنا الاعشاب ممنوع نستعملوها الناس اللي عندهم السرطان. هذه قاعده واحده اخرى اليوم، وهذه سنين وحنا كنقولوها في البرنامج. وصلي هذه الرساله سكينه، دابا انت راكي مسؤوله، والواحد الا كان عنده المعلومه راه مسؤول انه يوصلها ويبلغها، ياك اتفقنا؟ اذا دابا شيخك احنا كندعيو معاه بالشفاء، ولكن اول شيء ما تخلي حتى شي واحد مازال في الدار او في العائله يعطيه شي حاجه فيها الاعشاب. ماشي دويز وقالوا لي عندك المصران منفوخ. ودابا ملي خديت واحد الدواء، عطوني واحد الدواء بحال ما قالوا لي بحال عشوب. في الفرماسي انا خديت راه قالت طبيبه، ولكن مش ديال المصران، ولكن الدار دابا تيعطيني الصداع بزاف. واخا هذاك الدواء واش كاين فانيد كيتكال ولا كيدير؟ لا غادي يكون بحال المكمل الغذائي. بحال هذاك بحال شي عشوب بحال السبانخ بحال يعني طبيعي، ماشي بحال الكومبليمون اليمونتيغ. دكتور ماده بيو. واخا الحريق في الدار فين البلاصه عندك؟ دابا بين الكتات ومشيت دوزت عليه، خديت واحد الدواء ودار لي داك الحريق، ولكن تيدير لي بحال اللي ناعس ليا هكاك. فهنا هاد الا كان عندك المصران كيتنفخ ولا كان كيعطيك هاد النفخ، فهو بحال واحد النفخه كتنفخ في الداس ديالنا لداخل.
إذن ملي كتنفخ في الداس ديالنا راه كتعطي الصداع للظهر وكتعطي الصداع للكرش، وداك الصداع يقدر يطلع لنا الجهه ديال اللي كتكون مورا الكتاب. فشحال شحال وانت كتاخذي هاد الدواء دابا؟ شحال عطيني المده. خديتي التسالس والتسالس الباكيه. والو ما كاينش تحسن في المصارن ديالك؟ لا المصارن عاود دوز عليه قال لي مزيان، غير دابا حيت خربطوا لي هذوك الهرمونات معكم دار اضراب وتخربطوا لي، وكناخذ الدواء ديال باش تقاد ليا العاده الشهريه. نعم هذا هو المشكل كاع هو اللي ضرني دابا. واخا شوف انا غادي نعطيك وصفه للمساعده، غادي دهنيها للظهر ديالك، غتستعمليها سيمانه، الا باقي هذا الحريق هذا عندك في الظهر وما حيدش فهنا مساله باطنيه يعني لداخل ديال الداس ديالك، ضروري خصك ترجعي عند الطبيب. صافي مرحبا. اش هي الوصفه اللي غتعطيها؟ اذا غادي نعطيو الوصفه لاكادير. مرحبا، غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الزعتره وغناخذوا معلقه صغيره ديال الخزامه. غادي ديريهم في نص كاس صغير ديال زيت الزيتون، حطي هذا الخليط هذا فوق العافيه حتى تطلع الغليه الاولانيه، تخليه ثلاثه ديال السوايع يطلق في بعضياته، وتصفي هذيك الزويته وتاخذي شويه منها تولي دهنيها في البلايص اللي عندك فيها الحريق في الليل. وهذه ليك ولجميع الاخوات اللي عندهم البروده اللي عندهم الحريق في العضلات ديالهم يستعملوا هذه الوصفه هذه. انا كنعيط على قبل، عندي واحد البنيته عندها 11 عام. يلا خليها لك. شفت واحد المرض عندها لا ميوباتي على جو دوزون، عاد شفتو. وهاد لا مالادي عندها لي مشكل ديال داسها، العضلات كلهم ما كيخدموش مزيان. يعني منهم النصران. ايه ملي صغيره هي عندها القبض. فكيفاش ديتها الطبيب؟ هي حيت صغيره ما كتحكمش فيها، بتعطيها شي حاجه بحال دابا الالياف وهي باقي صغيره. يعني واحد الخنيشات بدون ذكر الاسماء. كنستعملهم عليها مده طويله. حتى تبرد شويه، دابا عندها 11 عام الحمد لله الحاله مزيانه. الحمد لله. بالترويض ولابيسين وكل شيء. اللهم لك الحمد. انا لقيت الحل عند جربتي مع هذه البنيه، عندها درت لها الخبز الكومبلي بالخميره البلديه. الله يعطيك الصحة. ودابا كنستعمل غير خميرة بلدية والماكلة ديالها كلها صحية كلها بيو. مزيان، هذه تجربة غادي نتقاسموها معاك وغادي ناخذوها كتجربة ياخذوها الأخوات بالنسبة اللي عندهم هذه المشاكل ديال الجهاز الهضمي، وخاصة نرجعوا لهذا الخبز بالخميرة البلدية. راه الخبز بالخميرة البلدية المنافع ديالو لا تعد ولا تحصى، لأن ديك الخميرة البلدية هي اللي كتخلي ديك البكتيريا اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا لداخل تخدم بطريقة طبيعية. حيت شنو كيخدمها هي؟ كيخدمها الازوت، الازوت كنلقاو في هاد المخمرات هذه خاصة اللي كتكون طبيعية، وكتخليها كتخدم يعني بواحد الطريقة اللي كتكون صحية. فهذه مسألة نتقاسموها معاك ومسألة جميلة جدا. أم أيمن، ممكن تقولي لنا شحال من مرة كتاكل البنية دابا اللي في عمرها 11 عام، شحال من مرة كتاكل هذا الخبز هذا بالنخالة بالقمح الكامل؟ يوميا والخبز الزرع كندير فيه الزرع كامل. أيه. ويوم بلا فورس منع عليها وسكر منع عليها. يعني يوميا كتاكل هذا الخبز في الفطور في الغداء ولا المهم في يوميا. نعم عندها انا وهي بجوج، حتى انا كان عندك المشكل دابا الحمد لله. يعني الخميره البلديه منافعها كثيره. شنو كدير الخميره البلديه؟ كيفاش كتاثر بشكل صحي على المصران باش ان شاء الله الانسان ما يبقاش عنده هذا المشكل ديال الامساك دكتور عماد؟ فكما قلنا ان الخميره البلديه هي فيها واحد البكتيريا نافعه، ديك البكتيريا كتهبط كل ما كانت كثيره في المصارن ديالنا، كل ما اول المناعه كتبقى ديما فايقه، ديما كتكون واحد الحاجه غريبه على الجسم ديالنا ولكن ما كتضرناش. كتخلي ديما المناعه ديالنا على بالو، خاصه في هذه الفتره هذه اللي كتكون عندنا اللي كيخص فيها المناعه تكون قويه اكثر، وحنا مقبلين على 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 على, على فصل الشتاء، ومقبلين على عده امراض اللي عندها علاقه بالمناعه باش نتصداو ليها. هذا من جهه. من جهه اخرى قلنا ان هذه البكتيريا كتفرز الازوت، الازوت هو ذاك المحفز، هو ذاك الكاتاليزور اللي كيخلي الامعاء ديالنا تشتغل بواحد طريقه طبيعيه وتشتغل بنشاط، كنقولوا ان كيرجع لنا الحيويه ديال الامعاء ديالنا. والاجمل من هذا انها كيتخلط بالخبز الكامل اللي غني بـ 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 بالاملاح المعدنيه، غني كذلك بالفولات اللي كنا هضرنا عليها يعني الاسيد فوليك، غني بـ بـ بالزنك، غني بالمغنيسيوم، غني بمواد المغذيه والفيتامين كذلك بي او مجموعه ب. هادشي كامل، هاد لو كومبلكس او هاد المجموعه كلها مفيده للصحه والحيويه الجهاز الهضمي.
الهضمي ديالنا. القمح الكامل او النخاله علاش ايضا صحيين وكينقصوا من مشكل الامساك؟ لان النخاله او القمح الكامل كيكون جميع المكونات ديال القمح مجموعين فيه، اذا ما كيكونش العزل ديال المواد اللي كتكون كما كنقولوا حنايا المواد المفيده. الا عزلنا النخاله ولا حيدنا القمح خليناه رطب فما كتبقاش عندنا هاد الاملاح المعدنيه اللي هضرنا عليها، هاد المواد كلها المغذيه ما كتكونش مجموعه فيه. بحال قلنا كنحيدوا الفعاليه ديال هاد القمح ب 75%، اذا كتبقى لنا غير 25% الا ما خديناش القمح الكامل. وحرام الانسان يحرم راسه بالفعل من منافع ديال المواد واطعمه. وملي كنقولوا الخبز، الخبز راه اساسي ورئيسي في الاكل وفي التغذيه ديالنا داخل البيت المغربي. ام ايمن من اكادير كنبغي نشكرك على الاتصال والشهاده ديالك وعلى دكتور يعطيك الخير. مره كتوقع لها شي حاجه ديال الصمة كنعطيها واحد داغي واش مزيان ليها ولا لا. واحد الدواء بدون ذكر الاسماء هو اباظ العشوب. هو خضر اباظ العشوب. واش مزيان ليها ولا لا؟ يعني انا سولتها في الفارماسي قالوا لي مزيان. واش هذاك اللي بحال لو شاربون؟ لا هو خضر. هو خضر عرفته. فهاد الادويه هادو اللي كيكونوا كيساعدوا على عمليه يعني باش نتخلصوا من الامساك، فانا كنصح الاستعمال ديالهم يكون باستشاره طبيه. وخاصه انت يا اختي البنت عندك حاله خاصه، عندها الميوباتي. اذا ميوصلي هي العضلات وباتي هي مرض العضلات، ان العضلات كيكونوا مرخوفين. وهنا كيخص تبقاي غاده معها دقه دقه حيت ما ديريش شي حاجه بلا ما تستشري مع الطبيب ديالها، وخاصه حتى تكبر ان شاء الله والامور غادي تكون بخير. فانا انا من الناس اللي ما خصناش نستعملوا هاد المواد اللي كتعطي الاسهال بطريقه عشوائيه باش نتجنبوا هاد المشاكل. دكتور عماد اليوم شنو هي الوصفه اللي غادي تعطي للناس واللي عليها غيلقاو ان شاء الله الحل لمشكل الامساك؟ فوصفه غنعطي واحد الوصفه بسيطه، نعطيوها بواحد المكون اللي موجود في جميع البيوت المغربيه، ما كاينش شي بيت ما كيخطاش، وحتى الا ما كانش فكيمكننا ناخذوه بطريقه سهله انه رخيص. فاليوم غنهضروا على الاوراق ديال البربه. اذا الاوراق ديال البربه اللي فيهم شنو فيهم؟ فيهم واحد السكر مفيد اللي كيكون فيهم ب 7 حتى 9%، كيكون فيهم الحديد بوتاسيوم، واحد المعدن كيتسمى لو روبيدي، فيهم الفيتامينات من المجموعه ب، واهم حاجه غنيين بالكالسيوم واليود. فهادو كلهم مواد مهمه. لاش كيخليو لينا الارتفاع ديال او كيرفعوا لينا المردوديه ديال البيفيدوباكتيري اللي هضرنا عليهم. اذا داك البكتيريا اللي كتكون عندنا في الامعاء ديالنا نافعه كترفع من المجهود ديالها ومن المردوديه ديالها، كتولي كتخدم بواحد الطريقه كبيره. اذا بحال كتقول كتخدم 10 المرات اكثر من القياس ديالها اللي كتكون كتخدم به في الحاله الطبيعيه ديالها. والا خدموا هاد 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 البكتيريا النافعه في الامعاء ديالنا فكتسهل عمليه الهضم، كتسهل كذلك التخلص من الفضلات بواحد الطريقه اللي كتكون سريعه. وحتى الا داومنا على هذه الوصفه هذه فاوراق البربه كتعطينا واحد الطاقه للداس ديالنا، فهي مشروب طاقه وكذلك مشروب اللي كيعاوننا باش نقويو الجهاز الهضمي ديالنا. كيشريو ربطات البربه او البربه بالعبار على حسب كل واحد. هذيك الوراق اذا ما نفرطوش فيها، ناخذوها نهائيا. كيفاش غادي نحضروا هذه الوصفه؟ فغناخذوا الوريقات ديالها نقطعوهم، نقطعوا يدين الوريقات ديال البربه نغسلوهم مزيان، نخليو ديك الساق ديالهم ديك لاتيج ديالهم، فغنمشيو حتى الراس ديال البربه ديك الدواره فين كيكونوا لاصقين، وتما غادي نقطعوا ديك الدواره، غنغسلوهم مزيان حتى يتغسلوا، ونقردوهم كما كنقردوا المعدنوس وقزبرهم معدنوس، يدين تقردوا مزيان، وغادي ناخذوا منهم جوج معالق كبار. اذا هنا السيده غتخدمهم بحال غتخدم الورق ديال السبانخ مثلا، بحال غتخدم الورق ديال السبانخ ولا بحال غتقرد الكرافس. يتغسلوا مزيان اكيد ضروري، ناكد عليها ضروري خصهم يتغسلوا مزيان. ومن بعد كنقطعوهم كناخذوا جوج معالق كبار من هاد، يعني ملي كنقطعوهم كتولي عندنا كيمكننا نعبروهم بالمعلقه كبيره، ناخذوا جوج معالق كبار من هاد الخليط هذا، وكنطبخوه في جوج كيسان كبار ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان، كنخليوه يطلق. كيطلق الحموره؟ كاين الا كان الوراق حمرين بزاف فكيمكن له يعطينا هذه الحموريه هذه، نخليه واحد الساعه حتى يطلق مزيان، نصفيوه نديروه في الثلاجه، نوليو ناخذوا كاس صغير من هذا المحلول نخليوه حتى يدفى. بيان سور ما غاديش ناخذوه بارد، منين يدفى كناخذوا كاس من هذا المشروب هذا في الصباح على الريق، يعني كنخليو الجهاز الهضمي يستافد منه وكنخليو حتى الجسم انه يستافد منه. داكشي علاش الانسان خصو يدفيه شويه ما يشربوش بارد باش ما يضروش باش ما يعطيش الوجع، لانه على الريق. اذا يندفيه يعني تدفيه السيده في البوطه ولا في الميكرو ولا تخليه مثلا شويه، ولا غير ياخذ درجه الحراره المطبخ
ويتشرب بنص كاس صغير كاس. على الريق كاس صغير ديال العنبة كاس صغير نشربوه على الريق بالنسبة للكبار ونص كاس صغير بالنسبة للأطفال. الأطفال يعني من أش من سن لأش من سن؟ من 5 سنين حتى 13 عام. من 5 سنين إلى 13 العام. دكتور عماد ملي كنتكلموا على الإمساك كنعرفوا على أنه كاين الناس اللي سمعنا الأغلبية ديالهم يعني شباب عندهم هذا المشكل ديال الإمساك كتعطيهم اليوم هذه الوصفة. كاين أيضا الناس اللي كيوصلوا لسن الشيخوخة وسن الشيخوخة عموما كيولي نوع من الخمول ديال العضلات كتقل الحركة وكيولي من الأشكال المشاكل الصحية اللي مطروحة هي هذا المشكل ديال الإمساك. باش ممكن نعاونوا هاد الناس المسنين اللي عندنا او معنا في البيت؟ فالناس المسنين نحاولوا نغيروا لهم نمط ديال التغذيه لان كنعرفوا ان الالياف او المواد اللي كتكون فيها الالياف كتكون واحد المواد صلبه نعم كتكون قاصحه فهذاك الشيء علاش المسنين ما كيقدروش ياكلوها وكياخذوا المواد اللي كتكون لينه يعني رطبه وهذه هي اللي كتعطيهم الامساك. فمثلا الالياف عط ما غنعطيهم الخضره قاصحه نقدروا نديروا لهم في شكل واحد الصوبه واخا انهم واخا نعطيهم غير شويه غير الشيء اللي عطيناهم غير كاس صغير لان يعني كنعطي غير القياس كاس صغير ديال العنبه ديال لاسوبا والصوبه ديال الخضار في اليوم فهو كافي باش يعطيهم ديك الكميه ديال الالياف اللازمه لهم. هذا من جهه. من جهه اخرى الماء خصنا نعطيهم يشربوا الماء بزاف. ثانيا نحاولوا مره نخرجوهم يتحركوا شويه لان الحركيه حتى هي مهمه هذا الشيء علاش كتعطينا الخمول ونحاولوا يعني ملي كنقولوا الحركه بالنسبه للسيده او سيد اللي هما كبار في السن الا غير تمشى شويه نعم فراها حركه اللي فيها بركه بالفعل. والمشي هو احسن رياضه اللي كتكون مناسبه للقلب فهذا هو ما بينات اخر الابحاث ان المشي كاين الانسان ملي كيتمشى كيتحرك بدقات القلب اذا ما عمره ما كيكون عنده مشاكل على مستوى القلب. مساله اخرى اللي خصنا نردوا لها البال هو كاين بعض المسنين وكذلك حتى بعض الناس اخرين اللي كياخذوا الادويه ديال الضغط. الادويه ديال الضغط كيسببوا القبض اذا هنا الا كنا كناخذوا ادويه الضغط نكثروا من الكميه ديال الماء اللي كنشربوا. المضادات الاكتئاب حتى هي من المواد اللي كيمكن تسبب لنا المشكل ديال القبض. نعم. والادويه اللي كيكون فيها الحديد فهذه راه مساله كيعرفوها الناس بزاف والديوريتيك يدير المدره للبول ادويه اللي كتبول حشاكم شرفك الله وقدركم باش كتهبط لنا الضغط. الناس كيكون عندهم الضغط مرتفع حتى هي كيمكن تسبب لنا هذا المشكل ديال القبض. بغيت نتكلموا معك دكتور عماد ايضا على الامساك اللي كيبان عند حديثي الولاده عند الرضع عند لي بيبي لي نوريسون. كثير من السيدات اللي الوليدات كيكونوا يلاه تسادوا في الشهر الاول او مازال ما قفلوش 40 يوم بزاف الامهات اللي كيتشكاو من هذا المشكل. هذه حاجه. كاين ايضا الرضع اللي ملي كيفوتوا 6 شهور كنبداو ندخلوا لهم التنوع الغذائي في التغذيه ديالهم ايضا مطروح عندهم هذا المشكل. كنعرفوا كاين دوك القويلبات اللي كيتباعوا في الصيدليه اللي كيسهلوا العمليه ديال التبرز ولكن هذه بغينا شي حاجه اللي هي طبيعيه. اش ممكن نعطيو الوليدات للرضع في هذا السن هذا دكتور عماد؟ فبالنسبه للرضع حتى الاربعه اشهر ولا 6 ولا 5 اشهر فضروري كيكون مرافقه طبيه لان ما يمكنش نعطيهم شي مواد طبيعيه. كانت شحال هذيك كانوا كيديروا الامهات مثلا شويه ديال زيت العود في المخرج ديال الاطفال يا اما عن طريق استعمال مثلا بعض الاعشاب اللي كيكون عندها ذاك الراس ديالها او اللي كنا كنعرفوا هو ذاك الكاغيط الزرق اللي كان. أيه. فهادو كانت كتعمل العود او العرش ديال المعدنوس. نعم هذه اللي قلت. أيه. عليها او كيستعملوا كذلك حتى النعناع هذاك العريش ديال النعناع. أيه. هذه من المواد اللي كتساعد ولكن انا كنبغي نعالجوا الاصل يعني المشكل فين كاين. فهادو المشاكل شنو يمكن يكون شنو كيعطينا هاد المشكل ديال القبض عند الوليدات. فغادي كنعرفوا ان تغير نمط الاكل هذه معروفه ولكن كاين في بعض الحالات المراه كتكون كترضع الاخت كتكون كترضع والتغذيه ديالها ما كتردلهاش البال كتولي كتاكل كل شيء. اذا المسائل اللي فيها لي غاز المسائل اللي كتسبب القبض كذلك حتى هي فالمرضعه خصها ترد البال التغذيه ديالها. هذه من جهه. علاش كنقولوا لك لا ردي البال؟ لانه اي حاجه كليتيها الا كنتي انت معصومه او عندك الامساك كوني متاكده انه الرضيع حتى هو غيكون عنده الامساك لانه كل شيء كيدوز في الحليب الطبيعي ديالك. فعل. ومساله اخرى عاوتاني كاين الناس اللي كديروا الرضاعه الاصطناعيه. الرضاعه الاصطناعيه كيخصنا نشوفوا النوع ديال الحليب المناسب.
ثانيا داكشي علاش كنلقاو مجموعه ديال الحليب الاصطناعي ماركات اللي كتقول لك غنيه بالحديد لانه كتساعد الرده على عدم يعني الوصول الى الامساك. نعم نعم. وحتى طريقه التحضير حيت كاين بعض الناس اللي كيكثروا الحليب اكثر من الماء حتى هذيك يمكن لا تعطيهم هذا المشكل هذا ديال القبض. نعم. ولا كيكون الرضيع مازال ما وصلش للشهور اللي خاصو يبدا ياكل فيهم وكنعطيهم ماكله غير ملائمه لهذا الرضيع هذا. هادشي علاش كتعطينا هذا المشكل. غير هو اليوم بغينا نسطروا او بغيت نسطر معكم على حالات اللي ضروري كيخص زياره الطبيب وما خصناش نترددوا. اذا ملي كيولي عندنا الرضيع عنده واحد الصعوبه قويه وشديده باش انه يتخلص من الفضلات، ملي كيكون عندنا الفضلات ديال الرضيع قاسيه يعني ما كتخرجش بواحد السهوله، ظهور الدم ولا التغير ديال اللون في الفضلات ولا عدم الاخراج عند الطفل من 5 ايام حتى 10 ايام والم البطن المفرط، هادو كلهم حالات كيخص مباشره نمشيو عند البيدياتر يعني عند طبيب الاطفال ديالو. وكتقول انه الابنه ديالها عندها 9 شهور كيجيها الامساك ولاحظت انه ملي كتعطيها البنان كيساعدها على العمليه ديال التبرز، ولكن ملي كتاكل البنان ما كتبقاش يعني كتكون ما كتكونش عمليه اللي هي دائمه. شنو هي المواد الطبيعيه اللي في الاكل ديال الاطفال في هذا السن هذا يعني في 6 شهور او 12 شهر الاولى من العمر ديالهم مزيانه لهم دكتور عماد؟ اول حاجه الجزر، اذا خيزوف هو من المواد. ملي كنقول مزيانه لهم يعني المراه اللي كترضع مازال ما دارتش التنوع الغذائي تاكلها هي باش تعاون البيبي. هي تاخذ من احسن الجزر نسلقوه للوليدات نديروا لهم يعني ياخذوه بحال هكا كنعسوا لهم. الباربه حتى الباربه هي كتدخل في التغذيه ديال الاطفال مهمه جدا. زيت الزيتون إذا الوليدات الصغار ولو أننا ندخلوا لهم غير نص معلقة صغيرة ديال زيت الزيتون في اليوم ياخذوها غادي تكون جميلة جدا. ابتداء من أيش من سن زيت الزيتون؟ زيت الزيتون نعطيها لهم من 5 شهور. من 5 شهور؟ من 5 شهور نص معلقة صغيرة نلوحها لهم في ديك الصويبة ديالهم غادي تكون جميلة جدا. القرعة الخضراء معروفة عند الأمهات أنها أيضا كتسهل. القرعة فهي فيها غنية بالألياف حتى هي من المواد اللي كتسهل سواء القرعة بجميع الأنوان ديالها، اليقطين كلها فوائد وكلها منافع للجهاز الهضمي ديالنا. ملي كنقولوا السبانخ والبقرة قوليات عموما الخس الشلاضه البقوله المخنزه على حسب كل منطقه كيفاش كتستعمل شنو هي منافعها؟ فالبقوليات مزيانين مفيدين للصحه، غير هو بالنسبه كاين بعض الاطفال اللي تقدر تعطيهم لي غاز في البطن ديالهم. فنمشيو مثلا معدنوس مزيان للوليدات الصغار. نعم. السبانخ حتى هما ما فيهمش مضره مزيانين. الخس حتى هو غير الخس نحاولوا اننا نطحنوه لهم ما نعطيوه لهمش بهذيك النسبه بحال هكاك. فهذه كلها مواد فيها املاح معدنيه ودائما الاملاح المعدنيه والالياف هي السر ديال النجاح ديال الامساك زائد الماء اللي هضرنا عليه. نعم. السنه حرام دكتور عماد عشبه اللي اليوم كنسلطوا عليها الضوء، علاش هذه السنه كيف سمعنا السيدات كثير اللي سولوا عليها وكثير اللي تقال لهم استعملوها، شنو الخطوره ديالها؟ فالسنه هي اولا خصنا نعرفوا شنو هي. اذا هي شنو الاسم ديالها بالضبط؟ هي السنه سنه مكي ولا سنه اسكندراني كما كيقولوا ليها ولا لوسينيك باللغه الفرنسيه ولا اكاسيا اغابيكا. دونك هادو هما الاسم، حنا عطينا الاسم اللاتيني هو الاخر. دونك هاد النبته هادي هي عباره على واحد الشجيرات الناغبوست، شجيره اللي كيكون فيه اوراق ديالو من العائله ديال القطنيات، دونك لي فاباسي هاد العائله هادي ديال القطنيات. شنو فيها؟ فيها جوج ديال المواد كيتسموا لي سينوزيد او بي. هادو جوج ديال المواد شنو كيديروا لنا في الجهاز الهضمي ديالنا؟ كيمشيو لنا الجهاز الهضمي ديالنا وكيعطيونا واحد الارتخاء ديال داك الجدار الواقي اللي كيكون في المسار من الداخل وكيرفعوا لنا من الارتفاع ديال افراز المخاط. هاد السنه ملي كنوليو كناخذوها وكنداوموا عليها، وخاصه وانا الا قلت لك شحال السنه مرخص بها في حنا كصيادله فكنقول لك انا 5 غرام نص معلقه صغيره ونص معلقه صغيره في كاس كبير ديال الماء الساخن المغلى وما نفوتوش فيها 3 ايام في الاستعمال. اذا هذه هي الطريقه السليمه في الاستعمال ديال السنه، ولكن الا استعملنا السنه اكثر من 3 ايام بالطريقه السليمه شنو كيوقع لنا؟ الى الانسان كثر منا كيمكن تحيد الجهاز او الاغشيه الواقيه اللي كتكون عندنا المستوى ديال المصارم ديالنا وكيمكن تطور لنا لسرطان الامعاء لا قدر الله. اذا هذه هي الخطوره ديالها، ويقدر الانسان يبقى بواحد الامساك مزمن مدى الحياه. اذا انا كنقول السنه ما نستعملوهاش وما عمرنا نستعملوا هذه النبته هذه لانها كلها خطوره لدرجه ان الكثير من الناس كتستعملها. وكاينه وصفه اخرى شائعه جدا عندنا في الوسط ديالنا اللي هي السنه زائد الورد.
الورد البلدي، وعندنا اسئله على هذه الوصفه هذه في الصفحه الفيسبوك. فالورد البلدي والسنه هذا مركب خطير جدا، لان الا ذكرتوا قلنا الورد فيه واحد النوع من الالكول الطبيعي، ملي كيتخلط مع هاد لي سينوزيد كيعطينا ماده سامه. هاد الماده هذه كترفع لينا القابليه ديال الانسان يتصاب بالسرطان لواحد النسبه ديال 45%، راه ماشي نسبه يستهانوا بها. فممنوع السنه نستعملوها ونتجنبوا هاد الماده هذه باش نبقاو محافظين على الصحه ديالنا. اختي يعني عندي بنتي عندها عامين ونص، ملي تزادت وهي كتعاني من القبض. حاولت معها تاخذ دوايات ووالو ما كيفوتهاش هذا القبض هذا، خاصني ضروري ناخذ لها بحال واحد قوي البات ديال العسل يعني حاجه طبيعيه تديرهم عاد باش يفوتها عاد باش يحيد منها القبض. كنتي كترضعيها مؤخرا؟ كنت كنرضعها. لا، واش الرضاعه طبيعيه بالتالي؟ رضاعه طبيعيه. وانت كان عندك مشكل ديال القبض؟ كان عندي شويه في الرضاعه، انا كان عندي مشكل في القبض. اذا انت دابا فهمتي شنو هو السبب، لانه الحليب ديال الام راه كيدوز فيه كل شيء. يعني انت الا كليتي شي حاجه ودرت لك الامساك البنيه وهي كترضع حتى هي كيجيها الامساك. بنسول على البنيه التغذيه، واش كتاكل البنيه التغذيه ديالها عادي ولا الشهيه كي دايره عندها؟ الشهية شوية شوية، وكان ما كتاكلش كل شيء. ما يمكنش حيت الا ما كانش التغذية، الا ما كانش التغذية عندها مقادة وما كتاخذش الالياف ديالها وما كتاخذش المواد ديالها اللي خاصينها، ما كتاخذش الالياف. اذا كيفاش غيتكون هاد الفضلات؟ كيفاش غادي تكون؟ فراه الالياف هي اللي كتساعد في التكوين ديال الفضلات، فهمتيني كيفاش؟ اذا حاولي انك تدخلي لها الماكلة يعني شوية بشوية. وانا كنصحك، انا في ايطاليا غادي يكونوا ناس مختصين في التغذيه، وغادي تكون انت خاصك نصائح في التغذيه اكثر من انك تستعملي لها وصفات البنيته، حيت التغذيه هو المشكل ديالها. شنو تعطي الدنيا ولكل امهات اللي كيتصنتوا لينا الوليدات الصغار باش نبداو اليوم ديالهم شي حاجه اللي مزيانه؟ نص كاس كيف قلنا ديال الماء ديال البربه، الماء ديال الوراق ديال البربه غادي يكون احسن وغادي يلقاو عليه الراحه. ما قدروش عليه نحكوا واحد جوج باربات يتحكوا مزيان ونصفيو هذاك الماء ديالهم ونزيدوا عليهم معلقه صغيره ديال العسل ونعطيوها لوليداتنا ياخذوها. وهاد الوصفه شحال الوقت نداوموا عليها؟ الوصفه نداوموا عليها بالنسبه للوليدات الصغار اللي عندهم القبض بحال 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 البنيته مده ديال شهر، والناس اللي عندهم غير القبض الوليدات اللي كيكون غير القبض موسمي فنعطيوها لهم مده ديال 15 يوم. شنو ايضا الماده الطبيعيه اللي غتنصح بها الناس اللي عندهم مشكل ديال العضله النائمه او لا باغيس انتستينال دكتور عماد؟ ما غنلقاوش ما احسن من الالياف، وكاينه واحد الماده طبيعيه مهمه كتخدم الامعاء اللي هي اللوبيا الخضراء. اللوبيا الخضراء تدخل في التغذيه ديالكم على الاقل يومين في الاسبوع وما تقطعوهاش، لان اللوبيا الخضراء هي عباره على واحد الالياف صلبه اللي ملي كتدخل الامعاء ديالنا كتخلي الامعاء كتشتغل، يعني بحال كدير لنا واحد لاكيني طبيعيه للامعاء ديالنا وعندها فوائد كبيره. اذا اللوبيا الخضراء او لا ريكو لي زاريكو فير يعني الطريين اللي خصكم تواضبوا عليهم جوج ديال المرات في الاسبوع. بالنسبه للبدنجال فالافيسيتين اللي عندنا في الباذنجال فهي من المواد كذلك المهمه، فتا هي راه الياف لان كديرها بحال البونج، فاي حاجه اللي كتكون بحال شكل البونج في المواد ديال المغذيه كتخدم لنا العضله ديال الامعاء ديالنا. كنشكرك دكتور عماد ميزاب، كنذكر بانك دكتور الصيدله والمختص في العلاج وفي تداوب الاعشاب.